شغف المعرفة في الرياضيات يؤهل 6 طلاب لتمثيل السعودية دوليا في أولمبياد البلقان للرياضيات بعد 3000 ساعة تدريب على يد أمهر الخبراء المحليين والدوليين. حول هذا الإنجاز المشرف للوطن يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو مدير إدارة المسابقات في موهبة الأستاذ بدر المجرذي. هلا وسهلا بك أستاذ بدر. أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم على المشاهدين. مساء الخير عليكم. طبعا هذا التأهيل جدا مهم لنا، نحب نبارك لكم ونبارك لنا أيضا لوطننا هذا التأهيل بإذن الله بطلابنا اللي رح بإذن الله يفوزوا كده ويرفعوا رأس المملكة عاليا كالعادة. ولكن في البداية كلمنا عن آلية اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة. احنا خلال 10 سنوات الماضية بنينا ثقافة في التعليم عن أهمية المسابقات الدولية، وأصبحت منتشرة في كثير من المدارس. وبالتالي نعلن عن مسابقة سنوية تقام اسمها مسابقة موهوب، مفتوحة لجميع الطلاب اللي لديهم شغف بأحد التخصصات في الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو المعلوماتية أو العلوم. هذه التخصصات يختار الطالب التخصص اللي يناسبه ويدخل في المسابقة. المسابقة تقام على مرحلتين، هذه السنة بسبب ظروف الجائحة أقيمت المرحلتين بالكامل عن بعد. وأيضا هنالك جيل جديد تم اختياره من هذه المسابقة الآن يخضع لما يسمى الدورات الأساسية، وهي عبارة عن تدريب يقام في مناطق الطلاب، بعد كذا يخضعون لعدد من الاختبارات ويرشحون من خلالها إلى أن يتم جمعهم في ملتقيات مركزية. هذه الملتقيات المركزية تدريجيا يخضعون الطلاب فيها للاختبارات، ويبدأ الترشيح من ملتقى إلى آخر لمدة 2 إلى 3 سنوات. خلال هذه السنوات الـ3 يخضع الطالب لأكثر من 3000 ساعة تدريبية، وبالتالي يتم اختيار أفضل 4 أو 6 بحسب المسابقة. هذه المسابقة تحديدا تم اختيار 6 طلاب لتمثيل المملكة فيها. ما شاء الله. أستاذ بدر، من عمر كم يقدر يدخل المشارك الطالب في الرياضيات تحديدا؟ في الصف السادس أو الصف الأول المتوسط، ولكن التخصصات الأخرى موجود بعضها إلى الصف الأول الثانوي. نعم. ذكرت أنه ما شاء الله فترة التدريب للطلاب مجرد ما يجتاز الاختبار الأولي للتقييم بتكون على 3 سنوات 3000 ساعة. 3000 ساعة تدريبية. نعم، احنا في الإجازات غالبا يعني نجمع الطلاب في مكان واحد في غير الظروف الحالية طبعا، ويتم تدريبهم بشكل يومي لمدة 8 ساعات يوميا لأكثر من حوالي 12 يوم. وبعد ذلك في مرحلة متقدمة، بعد ما يوصلون الطلاب لمرحلة متقدمة بالتنسيق مع وزارة التعليم، يتم إنهاء دراسة الطلاب في منتصف الفصل الدراسي الثاني، واختبارهم وتفريغهم تماما لمعسكر يمتد ل3 أشهر. خلال هذا المعسكر يتم تدريب الطلاب يوميا 8 ساعات على يد أمهر المدربين المحليين والدوليين. بالتالي خلال 3 سنوات يصل الطالب لمستوى المنافسة الدولية، المستوى العالي جدا. وطبعا أحيانا بعض الطلاب يكون مستواه أعلى حتى من هؤلاء الموهوبين. بالتالي إحنا ما نعامل هؤلاء الطلاب كطلاب مدرسة أن عليه الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. بعض الطلاب يستطيع أن يختصر هذه المسافة، ممكن يمثل خلال 2 سنين مثلا بدل 3. طيب أستاذ بدر، مين المدربين المؤهلين أنهم يدربون الأطفال؟ إحنا لما بدأنا قبل 10 سنوات كنا بحاجة لخبرات أجنبية، لأنه طبيعة المسابقات الدولية تختلف عن 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 ما يحدث في المدارس. طبيعة الأسئلة مختلفة ومستواها عالي جدا. يعني بعض الأسئلة ممكن لو وضعت أمام يد دكتور جامعي لن يستطيع حلها. وبالتالي هذه الخبرة بدأنا في توطينها بتدريب عدد من المعلمين واختيار مجموعة منهم، كل من يثبت جدارته نختاره، واستمر تدريبهم. الآن لدينا من فضل الله بعد هذه السنوات حوالي 70 إلى 80% من التدريب يغطيه مدربين وطنيين محليين. وفي المراحل المتقدمة نستعين بعض الخبراء في تخصصات دقيقة لتدريب الطلاب، وبالتالي الطالب يتدرب على يد مدربين وطنيين وأيضا خبراء في هذه المسابقات الدولية. يعني الكلام اللي بتقوله قديش يشرح كذا القلب والخاطر، إنه قديش دولتنا بتهتم بهذول الطلاب النوابغ بالفعل حقيقة اللي بيمثلونا في الخارج في تحديات جدا صعبة. احنا معانا عبر الهاتف احد الطلاب الفائزين او المرشحين، خلينا نقول الى الان. خلينا نرحب معانا مهدي البيك، مشارك في اولمبياد البلقان للرياضيات. هلا وسهلا بك يا مهدي. مهدي سامعني؟ ايوه
هلا وسهلا بك. اول شيء مبروك هذا الترشح، وطبعا احنا فخورين جدا فيكم، لكن كلمنا عن شعورك في المشاركة هذه. أشعر بالفخر بأني أمثل المملكة وأرفع من شأنها، وفي نفس الوقت أجيب لها درجات ممتازة وميداليات. أكيد، وإحنا نشعر بالفخر أكيد بيك وبزملائك اللي مشاركين، لكن كلمنا عن المشاركة أكثر، كيف كانت؟ كيف كانت التحديات؟ كيف كانت المنافسة؟ إيش الميدالية اللي حصلت عليها إلى الآن؟ متى النتائج النهائية؟ أديني كده شوية معلومات. المسابقة أقيمت أمس، فالنتائج والميدالية ممكن تطلع بكرة أو اللي بعده بإذن الله. التحديات كانت أن مستوى المسابقة يعني أصعب من مستوى المدارس بكثير، فلازم تدريب أكثر واجتهاد أكثر. ممتاز. أنت إيش تتوقع بما أنه بكرة هيعلنوا على النتائج؟ أنت كيف سويت؟ إيش تتوقع؟ هتحصل على ميدالية إن شاء الله؟ إن شاء الله فضية أو برونزية بإذن الله. طيب كلمنا عن الفريق اللي معاك يا مهدي، بنشوف في الصور بعض الطلاب اللي مشاركين، كلمنا عن الفريق اللي معاك، كيف سووا هم كمان؟ كيف كانت الاختبارات عن بعد، او هذه التحديات المنافسه اللي هو عن بعد كيف كانت؟ كلمنا عن الاجواء، خصوصا انه ما رحتوا وسافرتوا، انتوا بتسووها عن بعد الان. رحنا سافرنا الرياض. في الرياض، نعم، داخل المملكه. ايه، واقيمت المسابقه هناك في مقام موهبة. حلو. احنا متابعين لكم مهدي، واحنا داعمينكم وبنستنى النتائج ان شاء الله. كلكم فايزين وفخورين فيكم مهما كانت النتيجة، لانكم ما شاء الله مميزين ومجتهدين في هذا المجال. ولكن ابغى اسالك انت شخصيا يا مهدي، الرياضيات مادة ما هي صعبة، مرة صعبة، يمكن كثير ناس يتهربوا منها وما يحبوا الرياضيات، لكن ما شاء الله تبارك الله انت عندك شغف بهذه المادة، إيش اللي حببك في الرياضيات؟ كيف اكتشفت إنه أنت تحب الرياضيات وعندك موهبة زيادة عن زملائك ومختلف عنهم؟ بعد تدريب موهبة واختباراتها اكتشفت إن الرياضيات ليست بس الكتاب حق المدرسة، بل أكتب كثير. إن شاء الله. طيب تمام، أنا أجمل. ما جدا فخورة فيك، شكرا لك يا مهدي، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق لك ولزملائك. أعود لك يا ضيفي في الاستوديو، ولكن مهدي أتكلم طبعا عن المسابقة أمس واللي حصل، وإن شاء الله النتائج متى راح تطلع زي ما ذكر هذه اليومين؟ إن شاء الله يومين وتطلع النتائج. وبالمناسبة ترى مهدي هذه السنة، وش هو صغير في السن، لسه في أولى ثانوي تحت 16 سنة. نعم. وشارك في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات وحقق ميدالية ذهبية وكان من أعلى الدرجات في المسابقة. ما شاء الله، وجدا متواضع، يقول يمكن أحصل على برونزية. لا إن شاء الله، والآن يشارك في مستوى الكبار اللي يعتبر أصعب، وأداءه كان في الاختبار مرة ممتاز، ومتفائل إن شاء الله بأنه هو تحديدا يحقق نتيجة جدا إيجابية إن شاء الله بإذن الله. أستاذ بدر، إيش المراحل اللي يمر فيها الطالب عشان يتوج في المسابقة نفسها؟ في المسابقة الطلاب يخضعون لأسئلة صعبة وأصيلة، يعني ليست موجودة في مرجع آخر، إنما مصممة خصيصا من الدولة المنظمة لهذه المسابقة. وبالتالي أصلا أثناء التدريب الأمر لا يعتمد على أنه في منهج والطالب سيختبر في المنهج مثل ما سارت العادة. ولكن الطالب يوضع في كل مرة نقول عليها مشكلة جديدة، مسألة أشبه بالمشكلة، عليه أن يفكر ويجد هو الحلول لها، طبعا مع وجود قاعدة من المادة العلمية اللي لديه في هذا التخصص. فبالتالي هذا التدريب يستمر لفترات طويلة مثل ما ذكرنا قبل قليل، لأنه يميل بشكل أكبر إلى حل المشكلات. ولذلك كثير من الطلاب اللي يطلعون من هذه المسابقات المكتسب ليس علمي فقط، وإنما لديهم مهارات عقلية تساعدهم على التحليل وحل حتى مشاكلهم لاحقا. في المسابقات كما ذكرت أسئلة صعبة، في هذه المسابقة تحديدا أربعة أسئلة، يمتد زمن الاختبار إلى 4 ساعات ونصف،
وطبعا النقطة الأخرى في مثل هذه المسابقات أننا نتنافس مع دول صعبة جدا، وبالذات مسابقة البلقان أعرق مسابقة في مجال الرياضيات، سبقت حتى الأولمبياد الدولي للرياضيات، فيها أعرق الفرق اللي تشارك في المسابقة الدولية، ورغم كذا من فضل الله السنوات الماضية كانت حافلة بالكثير من الإنجازات. ما شاء الله. إلى الآن كيف تقيم مشاركة الطلاب والتنافس مع الطلاب من دول أخرى؟ إلى الآن كيف مسوين مع طلابنا؟ في هذه المسابقة تحديدا من فضل الله كان أدائهم جيد، ومتفائلين تماما بإن شاء الله نتائج إيجابية مثل ما عودونا طبعا. ولكن طبعا المسابقات لا تستطيع التنبؤ بالنتائج، لأنه في الآخر هي تعتمد على أيضا ماذا فعل الآخرين في الاختبار. فإن شاء الله أنه خلال اليوم غد يعني تبدأ تتضح الصورة، ولكن إحنا واثقين لأنه الآن في السنوات الأخيرة كانوا أبنائنا دائما يدخلون في المسابقات الدولية، وأصبحت المملكة موجودة على الخريطة الدولية بقوة في مجال المسابقات الدولية المختلفة. الله ما شاء الله. يعطيك العافية أستاذ بدر، شرفنا وجودك معنا في الاستوديو اليوم. شاكر ومقدر لكم، وبسبب وجودي هنا أود أني أدعو جميع المشاهدين المهتمين بالتعليم وبالموهبة والإبداع إلى حضور المؤتمر الدولي الأول في الموهبة والإبداع اللي سيقام افتراضيا الأحد والاثنين القادم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وطبعا بإمكانهم الحضور من أي مكان، سيتحدث فيه متحدثين من كل أنحاء العالم ومن جهات كثيرة ومهمة جدا. شكرا لك. شكرا لكم. فقراتنا مستمرة بس بعد الفاصل.